Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back to the Arabic Fluency channel. And today I want to share something very interesting with you from this book called Al-Fawaid by Ibn al-Qayyim rahimahullah. And this book contains the deliberations of the Imam on a wide range of topics. It's a kind of a personal notebook of Ibn al-Qayyim rahimahullah, where he records various ideas and thoughts, and it's amazing. And today we're going to take a look at what he says about the benefits of leaving sins. He says, Subhanallahi Rabbil Alameen. لو لم يكن في ترك الذنوب والمعاصي إلا إقامة المروءة وسون العرض وحفظ الجاه وصيانة المال الذي جعله الله قواما لمساله الدنيا والآخرة ومحبة الخلق وجواز القول بينهم وصلاح المعاش وراحة البدن وقوة القلب وطيب النفس ونعيم القلب وانشراح الصدر والأمن من مخاوف الفساق والفجار وقلة الهم والغم والحزن وعز النفس عن احتمال الذل وصون نور القلب أن تدفعه ظلمة المعصية وحصول المخرج له مما ضاق على الفساق والفجار وتيسير الرزق عليه من حيث لا يحتسب وتيسير ما عسر على أرباب الفسوق والمعاصي وتسهيل الطاعات عليه وتيسير العلم والثناء الحسن في الناس وكثرة الدعاء له والحلاوة التي يكتسبها وجهه والمحابة التي تلقى له في قلوب الناس وانتصارهم وحميتهم له إذا أوذي وظلم وذبهم عن عرضه إذا اغتابه مغتاب وسرعة إجابة دعائه وزوال الوحشة التي بينه وبين الله وقرب الملائكة منه وبعد الشياطين الإنس والجن منه وتنافس الناس على خدمته وقضاء حوائجه وخطبتهم لمودته وصحبته وعدم خوفه من الموت بل يفرح به لقدومه على ربه ولقائه له ومصيره إليه وصغر الدنيا في قلبه وكبر الآخرة عنده وحرصه على الملك الكبير والفوز العظيم فيها وذوق حلاوة الطاعة ووجد حلاوة الإيمان ودعاء حملة العرش ومن حوله من الملائكة له وفرح الكاتبين به ودعاؤهم له كل وقت والزيادة في عقله وفهمه وإيمانه ومعرفته وحصول محبة الله له وإقباله عليه وفرحه بتوبته وهكذا يجازيه بفرح وسرور لا نسبة له إلى فرحه وسروره بالمعصية بوجه من الوجوه فهذه بعض آثار ترك المعاصي في الدنيا.